وبشأن صراع النفوذ بين أمريكا وإيران في العراق والذي تمثل الميليشيات رأس الحربة فيه، وفي ظل انقسام حاد فيما يسمى بالبيت السياسي الشيعي، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم، مرحبا بكم. يعني في ظل تداعيات المشهد السياسي والعسكري في العراق، تأتي زيارة إسماعيل قاآني لبغداد، ولكن هنا كيف قرأتم هذه الزيارة وتوقيتها؟ نعم، شكرا لكم. اهلا بك سيدي. يعني انا اعتقد ان الربكه الايرانيه ما زالت مستمره منذ مقتل قاسم سليماني بدايه العام الحالي وحتى الان. المعلوم ان ايران فقدت قائدا كبيرا وهو يعني قاسم سليماني. نعم. الذي كان مؤثرا على كافه القوى السياسيه والعسكريه والميليشياويه في العراق. بفقده ومجيء يعني خلفاء له ربما حتى لا يتقنون اللغة العربية، أعتقد أن هذا الأمر يعني زاد الموقف الإيراني في العراق حراجة وصعوبة. إيران اليوم في موقف يعني صعب جدا، ولا تعرف كيف يعني تسد الهوة الموجودة بين الفرقاء السياسيين الشيعة. لأول مرة نجد انقساما أفقيا وعموديا بين يعني أعضاء البيت السياسي الشيعي في العراق. نعم. بعد أن كانوا في أي مناسبة يختلفون عليها، نجد أن قاسم سليماني يتمكن من ردم الهوة بينهم. اليوم طيب. أعتقد أن الأمور مختلفة، وبالتالي أتصور أن زيارة أي مسؤول إيراني حتى لو كان الرئيس روحاني بنفسه لا يمكن أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه في مرحلة سليماني بين فرقاء الشيعة في العراق. دكتور، وكالة رويترز تقول أن المخابرات الأمريكية تتبع خيوط هجوم إيراني محتمل في العراق، لكن هنا إلى أي مدى يمكن ربط زيارة قاآني لبغداد وتلك المعلومات التي أوردتها وكالة رويترز؟ يعني هي إيران منذ أن فقدت سليماني لليوم تحاول أن تنتقم من أمريكا، ومعلوم أن الهجوم الأكبر الذي وقع على قاعدة عين الأسد لم يعني يتطور الأمر بعد ذلك إلا بعدة ضربات عبثية من بعض الميليشيات على السفارة على المنطقة الخضراء وعلى بعض القواعد الأمريكية، وبالتالي يعني ربما الزيارة لها جوانب سياسية ولها جوانب عسكرية. الجانب السياسي معلوم جنابك أن اليوم هنالك اختلاف كبير بين الشيعة بخصوص رئيس الوزراء. هم مختلفون تماما بتكليف عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة، وفي ذات الوقت هنالك قوى شيعية كبيرة لا يمكن الاستهانة بها، اختلفنا معها، اتفقنا معها. نعم. هذا أمر آخر، لكن حينما تكون الكفة التي فيها هادي العامري ونوري مالكي وصادقون، هذه الكفة ليست هينة يمكن تجاوزها لا من قبل أمريكا ولا من قبل إيران، فهم رافضون لي يعني تكليف الزرفي. هذا من جهة. الجهة الأخرى ربما تكون الزيارة هي من أجل يعني احداث حاله من البلبله العسكريه لقوات الامريكيه الموجوده في العراق، بالذات بعد ان امرت واشنطن حكومه بغداد بعدم التمديد لاستيراد الطاقه من ايران الا ل 30 يوما فقط. وتعلم ان ايران اليوم في ضائقه كبيره. اول امر كان بسبب العقوبات الامريكيه، وثاني الامر بعد تفشي يعني فيروس كورونا في إيران، وبالتالي نعم. أتصور أن إيران مستعدة لفعل أي شيء، وبالذات مع وجود يعني أذرع لها في العراق يعني مستعدة لأن طيب. تطبق دكتور على ذكر أرض عراقية. على ذكر الأذرع، إذا نستبعد أن يكون الهجوم المنتظر من الحرس الثوري أو حتى من الجيش الإيراني، تعتقد أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق مرشحة أن تقوم بهذه المهمة؟ أنا لا يعني لا أتصور أن الميليشيات الموجودة في العراق تمتلك القدرة الصاروخية الدقيقة. في حالة واحدة يمكن أن نتوقع أن يكون هنالك هجوم مؤثر على القواعد الأمريكية الثلاث الكبرى التي بقيت في العراق. أنا أعتقد أن الحالة هي تتمثل بإدخال عناصر من الحرس الثوري
إلى العراق يمتلكون يعني صواريخ متوسطة المدى، نعم. يمكن لهؤلاء أن يقوموا بهذا الهجوم، أما صواريخ كاتيوشا يمكن أن تؤثر على القوة الأمريكية الموجودة في العراق، فأعتقد أن هذه الضربات عبثية ولا يمكن أن تكون مؤثرة ولا يمكن أن تكون ضمن سقف يعني التخوف الأمريكي. أنا أعتقد أن إيران يمكن أن تدخل مباشرة عبر يعني إدخال بعض القيادات من الحرس الثوري وعناصر الحرس الثوري لأداء هذه المهمة، أما الميليشيات نعم. فلا أتصور أنها تملك القدرة الكافية على مثل هذا الهجوم. فيما لو قامت الميليشيات بهذا الهجوم، ما التداعيات المحتملة كرد فعل أمريكي على هذا الهجوم في ظل طبعا تهديدات الرئيس الأمريكي برد وصفه بالموجع على أي هجوم محتمل من قبل إيران أو أذرعها داخل العراق؟ يعني أنا أعتقد أن أمريكا لحد الآن لم تصل إلى مرحلة قلب الطاولة على السياسيين العراقيين. أعتقد ما زالت أمريكا حتى الآن يعني تعمل على إرضاء يعني الشيعة الموجودين في حكم العراق أو الكتل السياسية الشيعية الحاكمة في العراق. أما أنه لو لم يعني ينفذ هؤلاء العقوبات التي يفترض أن تنتهي بعد 30 يوماً، هنا سندخل في إشكالية. الإشكالية ذكرها الرئيس الأمريكي أن العراق حينها إن لم يلتزم بالعقوبات على إيران سيدخل في عقوبات، ومن هنا تأتي حالة التخوف، يعني احتمال أن تفرض أمريكا يعني عقوبات على العراق. وتعلم جنابك أن العراق اليوم يعاني أصلا مع تدني أسعار النفط من يعني إشكاليات اقتصادية، فكيف إن أضيفت له عقوبات أمريكية؟ وبالتالي أعتقد أن العراقيين لا يمكنهم أن يتحملوا مثل هذه العقوبات، وبالتالي يفترض بكل الحكماء أن يغلقوا الحدود مع إيران من أجل يعني الحفاظ على قوت العراقيين واستمرار حالة العيش الكفائي على الأقل للعوائل الفقيرة. أما نعم. يعني تفضيل الحالة الإيرانية أو المصلحة الإيرانية على المصلحة العراقية، وهذا الأمر متوقع، أعتقد حينها طيب. يمكن أن تكون كل الخيارات مفتوحة. دكتور، إذا ما بحثنا في موضوع الجدية من قبل الولايات المتحدة، يعني أنها نشرت بطاريات دفاعية باتريوت لحماية قواعدها داخل العراق، هل تعتقد أن هذه التصريحات انتخابية أم أنه فعلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاد في تقليم أظافر إيران في العراق والمنطقة؟ أنا أعتقد أن يعني صواريخ باتريوت لا يمكن أن تكون لمواجهة يعني صواريخ الكاتيوشا كما تعلم جنابك، أولا لأنها مرتفعة الثمن وباهظة، هي تكلفتها أقل يعني صاروخ هو ب3 ملايين يعني دولار، وبالتالي لا يمكن أن نتصور أن 3 ملايين دولار تطلق على صاروخ كلفته أقل من 20 دولار. هذا أولا. ثانيا، هذا يؤكد ويرجح الفرضية أن إيران ربما تدخل عناصر من الحرس الثوري، سيطلقون صواريخ ربما متوسطة ربما يعني أكبر من المتوسطة على القواعد الأمريكية في العراق، حينها يمكن أن تتدخل صواريخ الباتريوت. وبالتالي أعتقد أن إيران جادة يعني بشكل كبير، بالذات بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي مهندس في العراق، في تقليم أظافر إيران في العراق. ولهذا كل متابع للشأن العراقي يمكن أن يجزم أن زعماء الميليشيات في العراق دون ذكر أسمائهم، لأنهم معروفون للعراقيين ولكل متابع للشأن العراقي، اليوم غالبهم العام لا يتحركون بسهولة، وغالبيتهم ربما في جحور لا يمكن أن يخرجوا للعلن. وبالتالي أعتقد أن التهديدات الإيرانية الأمريكية لأذرع إيران ربما تتم عبر الطائرات المسيرة، وربما تتم تماما بالطريقة التي نفذت بها طريقة تصفية أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني. إذن أعتقد أن زعماء الميليشيات متخوفون من التهديدات الإيرانية باستهدافهم عبر طائرات مسيرة، وتعلم جنابك أن غالبيتهم اليوم هم في مناطق سكنية بالضبط. وبالتالي لا يمكن استهدافهم بسهولة إلا إذا يعني تورطوا في مرحلة من المراحل وخرجوا إلى مناطق مفتوحة، وأعتقد حينها يمكن أن يكونوا أهدافا سهلة للطائرات المسيرة الأمريكية. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشماري، شكرا جزيلا لكم.